السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا سائل كريم يقول بأنني عضو مع دي اكسن لكنني لا أستطيع تحقيق التارجت، سواء كان 100 نقطة أو 300 نقطة. 100 نقطة للأعضاء العاديين، وعندما تصل نجم يطلب منك 300 نقطة من كمئة ومن فريقك 200، يعني من مجموعتك الشخصية. يقول بأنني لا أستطيع يعني استهلاك منتجات تغطي هذا التارجت، وأيضا لا أحقق مبيعات، وأيضا لا أحضر أعضاء وأبني فريق. فهل يصح أن أشتري منتجات وأكدسها مقابل أنني أحقق التارجت مع الشركة؟ نقول وبالله التوفيق. هناك يعني عدة أمور يجب أن نؤصل لها. أولا، من شروط قانونية شركات البيع المباشر، أول شرط هو ما يخص المنتج. لذلك يجب أن يكون هذا المنتج حقيقي ذو فائدة ومطلوب. الأمر الثاني، يشترى هذا المنتج حتى لو لم تدفع عملة، وهذين الشرطين بفضل الله سبحانه وتعالى فيما يخص المنتج متحققين في معاملة دي اكسن، إذ أن المنتج الكل يعرف أنه مفيد جدا، وأيضا يشترى بدليل أنه كثير من الناس لا يعملون مع دي اكسن ويشترون منتجات دي اكسن لأنها منتجات قيمة. طيب، الآن الجزء الثاني من الحديث قبل أن أجيب على سؤال الأخ الكريم. المستهلكين أيضا مع دي اكس ان هم ثلاثة أنواع. المستهلك العادي اللي هو يشتري السلعة بحسب العرف التجاري للبيع، يعني سلعة مقابل ثمن، تمام، فأدته أخذ سلعة ذات جودة مضمونة مثلا من دي اكس ان، طبعا اشتراها عن طريق شخص آخر تحت رقم آخر أو اشترى من الشركة لكنه ليس عضوا. طيب، هذا سلعة مقابل ثمن، فإذا هو لا ربح ولا خسر من ناحية الفلوس، لكن هو أخذ منتج قيم. الآن قد يكون النوع الثاني مستهلك عضو. المستهلك العضو هو اللي اشترى السلعة بسعر أقل من المستهلك العادي لكنه لم يحقق التارجت المحدد من الشركة. طبعا هنا الفائدة هي سلعة ذات جودة عالية مضمونة زائد سعر مخفض للعضو، كما نعلم في دي اكس ان تعطي الأعضاء سعر مخفض. الصنف الثالث من المستهلكين مع دي اكسن هو المستهلك العضو الموزع، هذا الذي اشترى سلعة بسعر أقل من المستهلك العادي وحقق عائد مادي إضافي بسبب توزيعه للمنتجات على رقمه وأرقام عضويات مجموعته، طبعا حقق تارجت الشركة. هنا فائدته سلعة ذات جودة عالية مضمونة زائد سعر مخفض للعضو زائد عائد مادي لأنه حقق التارجت. فإذا لا يوجد أحد غرر به أو خسر في معاملة دي اكسن بفضل الله سبحانه وتعالى. الآن أعود إلى سؤال الأخ الكريم المهم، أنه هل علي أن أكدس منتجات مقابل تحقيق التارجت؟ لا أبدا، لا يصح أبدا أن تكدس منتجات إذا أنت لا تستطيع استهلاكها ولا تستطيع بيعها وليس عندك فريق أعضاء. لماذا تذهب إلى هذا الاتجاه؟ هذا اتجاه خاطئ، لأن الشركة حددت قالت لك أنت إذا أردت أن تدخل معاملة تجارية وتدخل في بزنس الأرباح معي في نظامي الربحي يجب أن تحقق مبيعات بمقدار كذا، 100 نقطة أو 300 نقطة، والطريق للوصول إلى ذلك إما استهلاك شخصي إما تحقيق مبيعات. فأنت الآن يعني تختبر نفسك أو يعني ترى إمكانياتك وقدراتك. فأنت الآن إذا أردت العمل مع شركة دي اكسن والتربح من نظامها المالي يجب أن تسعى إلى يعني بيع هذه المنتجات، إلى إيجاد ناس يشتروا، أنت تشتري حاجتك، لكن أن تكدس هذه المنتجات أنا لا أرى هذا صوابا، والله أعلم.